السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيناكم بحاجة جديدة. اليوم جينا نتكلموا على هاد لي كوميونيتي سنتر اللي كاين عندنا هنا في ولا. حنا دابا حدا داكوتا كوميونيتي سنتر. حنا في كل منطقة هنايا في وينبيك كاين هاد كوميونيتي سنتر. هو او كما كتسمى هنا المراكز الاجتماعية، كتقام فيها مجموعة من الأنشطة. غادي دابا دخلنا كما كتشوفوا هنا كاين واحد لاصال ديال الجيمناز، يعني ها هي كما كتشوفوا فيها كرة السلة، وفيها هنا كيف كتشوفوا كاين الهوكي حتى هو هنايا معروف بهذه المنطقة. هذا هما أطفال كيتعلموا. احنا مازال غاديين كندورو في هذا. هنا كتشوفوا كرة الطائرة، كرة اليد، سونتر مجهز بأحدث الوسائل وفيه مجموعة من الرياضات لجميع الجاليات اللي كاينة متواجدة. دابا حنا خرجنا من هذا السونتر أو كما كتسمى المراكز الاجتماعية. مركز اجتماعي بكل المواصفات، فيه مجموعة من الأنشطة للأطفال الكبار، في تقريبا 5 رياضات أو 6 رياضات غير للإشارة. بجانب في كل منطقة من المناطق اللي موجودة تقريبا في مدينة وينبيك هناك مجموعة من المراكز الاجتماعية. دابا ملي خرجنا من السونتر كما كتشاهدوا هنايا بجنبي هنا ملعب كبير اللي بغى يلعب. مرحبا، فكرني في تيران با محمد، خاصك تخلص عاد تلعب هنايا. مرحبا بالجميع، جيب كورتك، جيب فرقه اللي غير الملاعب اللي كاينين هنايا في المدينه اللي انا فيها في وينبيك ولا في كندا. كاين مجموعه من الملاعب، مجموعه لا تعد ولا تحصى، مجموعه من الملاعب. جي لعب، جيب ولادك يلعبوا ولعب مع راسك ودير الرياضه كما بغيتي. حاجه اللي تاخذ انتباهي هناك مكتبة كتشاهدوها هنايا، هذه مكتبة، جيبوا ولادك يلعبوا الرياضة وفي نفس الوقت دخل. هذا هو المركز اللي كنا كنتحدثوا عليه. بجانب المركز كاين ملعب تاع الباسكت كما كتشاهدوا، ملعب فارغ، جيبوا ولادك لعب بالمجان، ما كاينش اللي يقول لك شي حاجة. حاولنا نعطيو واحد الموجز على العمل تاع الكوميونيتي سنتر اللي كاينين هنا في كندا. احنا لا مجال للمقارنه ما بين هاد التجهيزات اللي كاينين في كندا وما بين التجهيزات اللي كاينين في المغرب. حبينا بغيت غير نقرب المشاهدين الكرام من بعض المراكز اللي كتهتم بالمهاجرين، واللي كنقولوا علاش هادشي ما يكونش في المغرب. كون كان هادشي في المغرب حاجه اخرى، غتلقى بزاف تاع الابطال وغتلقى بزاف تاع الانجازات على الصعيد الدولي ولا الاقليمي. انا علاش اليوم جيت باغي نتحدث على هاد المراكز الاجتماعيه اللي كاينين هنا في كندا، لان الاصدقاء تاعي كيحكيوا لي حقا مراكز كاين ملاعب القرب. هاد ملاعب القرب خاصك باش تلعب فيهم خاصك تكون صاحب فلان وعلان وخاصك تخلص وتلعب. هنايا لا، هنا جي تا ولادك لعب بالمجان، كلشي بالمجان كتشاهدو هنايا. هذا هو اللي تحدثنا عليه. الله يصوبو صافي، موقع ما يتقال. الاهم شيء هو شير هذا الفيديو، شاركو مع اصحابك وشارك في القناه، ومرحبا بكم في موعد لاحق ان شاء الله مع بنية جديدة. والسلام عليكم.